السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية أهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من فيديوهات قناتكم قناة الصوت العربي. اتكلم عن لقاء مرتضى منصور بروابط وجروبات نادي الزمالك، اللقاء اللي كان ما بينهم النهارده. لكن قبل ما اتكلم واخش في موضوع الجد لانه موضوع هيعصب يعني، فكان في اخت فاضله متابعه معانا في القناه فنصحتني نصيحه يعني فيما معناه ان انا راجل كشري يعني، وان انا عشان ما بضحكش فالمشاهدات بتقل و الناس والمتابعين بيهربوا مني يعني، وانا بشكرها على النصيحه يعني، لكن انا مش عارف يعني يا اخي ربنا خلقني كده اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ نبدا بنكته عجبتني يعني على شفتها على السوشيال ميديا عجبتني يعني، علشان نفك البتاع قبل ما نتكلم في الجد اللي يتعب. بس بيقول لك ايه؟ واحد كان متجوز واحده فتوفت، وهم رايحين يدفنوها فشايلينها بالنعش فخبطوا في عمود كهرباء، فالنعش وقع والست وقعت. لما الست وقعت صحيت، كانت في غيبوبه، اتريها كانت في غيبوبه وما كانتش ماتت يعني. فطبعا رجعت البيت وعاشت مع جوزها 4 سنين وبرضه ماتت. لما ماتت حطوها برضه في النعش وخارجه من البيت والناس شايلين في النعش، فجوزها وقف او ماشي قدام الناس اللي شايلين النعش وماسك ميكروفون. العمود يا ناس، العمود يا رجال، العمود يا حاج سيد، خايف خايف مراته تصحى تاني وترجع له تاني. المهم اتمنى ان انا اكون بعرف القي نكت يعني، ولو انه مش وقت نكت. المهم كرم جبر وزير الشباب والرياضه ونبذ التعصب، انا بقالي فتره بتكلم في القصه دي، والقصه مش قصه شعارات ولا قعدات ولا جلسات مصادر. القصة تفعيل القانون، وزي ما قال هيتم رصد، بما انه رئيس المجلس الاعلى للاعلام، هيتم رصد البرامج الرياضية واي شيء بيتم بثه على اي منصة سواء يوتيوب حتى. ده ما هم قال لك وصوا بحظر قناة ابو المعاطي وعبد الناصر على اليوتيوب. فمرتضى منصور خلاص يعني صوته ما بقاش موجود على القناة، فجاب الجروبات وكلام محفوظ وكلام اللي ليه انا بتكلم عن كلام مرتضى. مرتضى في التوقيت ده خلاص فمحتاج يعني ما عادش صوته بيوصل للجمهور لازم من خلال القناه. ف جيبوا الجروبات، وزي ما قلت قبل كده ده تجيش الجروبات ديت علشان يوصلوا مسج لجماهير نادي الزمالك ان الزمالك مظلوم، ومش معنى القصص الفكسانه اللي حضراتكم عارفينها دي. لكن الاخطر ما في الموضوع في هذا التوقيت زي ما قلت حضراتكم قصه نبذ التعصب، لا ده في زيادة للتعصب قبل النهائي. ويرجع لنا لو حد رد يعني نفس القصة اللي حصلت قبل كده لما كان بيطلع على القناة، وفجأة قناة النادي الأهلي راحت جايبة ربع ساعة ولا نص ساعة محسن حافظ على قناة النادي الأهلي، فالحق التراشق والقناتين، وما ينفعش اللي بتعمله قناة النادي الأهلي وقناة، فبيظهر لنا بتوع التراشق. بتوع التراشق دول بيختفوا وألسنتهم بتخرس، بيخرسوا نهائي لما يكون الطرف الاخر هو اللي بيتكلم، ما بيظهروش غير لما النادي الاهلي يبدا يرد بادبه واحترامه ومبادئه باخلاقه. تاني امبارح كان في اسامه خليل، وبشكل ممنهج اسامه خليل ضد الاهلي وضد الخطيب، وقلت لحضراتكم في فيديو امبارح اللي قاله المقاله اللي كتبها وموجهه للوزير، يعني كانه بيقول للوزير طرمخ يا سعاده الوزير عشان ما تدخلش الزمالك في دوامه. وبرضه بيوجه رسالة لتسخين الجماهير والخطيب والساعات وملايين وساعات رجالي وحريمي وداعم سعودي دعم الخطيب في مش عارف انتخابات وبعد كده مسك الرئاسة، كلام من هذا القبيل. وحد سمعت حد علق ولا حد؟ طيب بالليل يطلع لنا جمال العدل الناس ماسكة الزمالك ومرتضى، ويا شوبير تم اتكلمنا عن الخطيب وساعات ترك وكلمنا عن حسن حمدي وقضية حسن حمدي وخرج. لا لا لا، النهارده مرتضى منصور الأهلي والخطيب وحسن مصطفى وهشام حطف كانوا مجتمعين وعلشان طلعوا يختاروا رئيس نادي الزمالك الجديد، وأنا بتحدى مرتضى منصور بيتحدى
تعالوا نشوف مرتضى منصور قال ايه. لكن انا بقول لحضراتكم في ظل النداء والدعوه لنبذ التعصب بنشوف مهازل بتزيد التعصب. وانت فين يا وزاره الشباب والرياضه؟ انت فين يا وزير؟ مرتضى منصور مش شايف، والله ما هو شايف وزير. مرتضى منصور شايف موظف عنده في الزمالك، اشرف صبحي، الدكتور اشرف، مع احترامنا لشخصه. لكن مرتضى منصور بيتعامل مع كانه موظف في الزمالك، وهذا لا يليق. انا قلتها ونليت بها مرارا وتكرارا، كرسي الوزاره اكبر من الدكتور اشرف صبحي. لو هو كان حاسس ان هو يعني واخد وضعه كان ورانا، يعني زي ما بيقولوا بين كرامات، بين كرامات باي قرار. لكن مرتضى منصور يطلع انت عملت زي اشرف صبحي، وانا بتحدى اي حد يقدر يحل مجلس اداره النادي، بيتحدى مرتضى منصور بيتحدى. المهم تعالوا نشوف مرتضى منصور قال ايه. يعني طبعا ابتدى الاول بوصله الدكتور اشرف صبحي، ومحدش يقدر يحلني، لجنة الأولمبية ما تقدرش، وأنا بس أنا مش فوق القانون، ولو كان في مخالفات على المجلس هيقوم وزير الشباب والرياضة بإعلان أي قرار يخص الإدارة. على الرغم إن هو طلع بيان وقال فيه نادي الزمالك باسم نادي الزمالك، وقال فيه إشمعنى دلوقتي يا معالي الوزير عمل زي خالد عبد العزيز وبتقول لي في مخالفات. طب ما خالد عبد العزيز قبل كده من سنتين عمل ومفيش مخالفات، إشمعنى دلوقتي في مخالفات؟ ورجع بقى النغمة، الزمالك بينهار والفريق بيضيع والحق سعادة الوزير، ده الوزير مش عاوز يجي ناحيتك عشان الفريق. بينهار فين؟ ده انت من وقت ما تم اعلان ان انت معزول من قبل اللجنة الأولمبية، والزمالك كسب سموحة في الكاس، او كسب اعتقد بيراميدز، كسب بيراميدز طلع لا الطلائع هي اللي طلعت، كسب سموحة وكسب الرجاء في دوري ابطال افريقيا، مفيش اي حاجة متأثرة. ده جماهير نادي الزمالك اعتقد اللي هي فاهمه او كرويه لها في الكوره بتقول يا ريت مرتضى منصور يبعد طالما بنكسب، مش فارق معاهم مين. واتكلم مرتضى منصور قال ان وزير الشباب والرياضه بينفذ القانون وبيحترم، يعني لو الوزير طلع القرار، يعني شوفوا الكلام اللي نكت نكت، انا مش فاهم يعني انت وزير الشباب والرياضه بيمثل الدوله، يعني لو الوزير طلع قرار ممكن بايقاف مرتضى منصور او عزل مرتضى منصور، ممكن حد يطلع له يقول لك اصل ده تدخل حكومي في اللي مش عارف ايه. لكن اللجنه الاولمبيه من ضمن قانون الرياضه وصلاحياتها انها تعزل وتوقف. لا احنا ما هو الوزير اللي يعمل وقال لك ايه؟ وزير الشباب والرياضه بينفذ القانون وبيتحدى وجود اي اخطاء في مجلس اداره نادي الزمالك، وقال لو في مخالفات انا ايديا شريفه وانا راجل شريف وانا راجل نظيف وايدي نظيفه وايدي غير ملوثه وانا طاهر ويام المطهر رش الملح وكلام من هذا. يا امال مين؟ على لا شوف في لقطه في فيلم بتاع الليمبي لما كان بيبص على ممثله كده في المحكمه، يبص لها كانت شافها مره وهي من غير مش عارف، وفي المحكمه شافها لابسه حجاب وتتكلم سيدي الرئيس سيدي القاضي سيدي، فبيبص لها. فانا مرتضى منصور مطلع البيان وبيقول مخالفات يا وزاره الشباب، وطلعوا علينا مخالفات ايه؟ وهاني زاده طالع من مخالفات، ودلوقتي مرتضى منصور يقول لك احنا ما عندناش مخالفات، اتحدى ان احنا عندنا. امال مين اللي طلع بياننا؟ ده اللي محتاج حد يبص له كده. هو ده كلام. تعالوا بقى نشوف برضو قال ايه عن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. ومرتضى منصور قال لك وزير الشباب والرياضه ما دعها. هنا بقى كان بيقول الوزير من حقه وبتاعه، وراح داخل شمال في الوزير زي ما عمل بالظبط مع خالد عبد العزيز. خالد عبد العزيز عمل لهم مجمع السباحه وعمل مش عارف، وراح حاطط اسم خالد عبد العزيز على مجمع السباحه. وبعد ما مشي خالد عبد العزيز عمل ايه خالد عبد العزيز؟ ده راجل مش عارف ايه ويتكلم في ذمته الماليه. فهنا اشرف صبحي تمام، وزي ما قلت زي ما قلت لحضرتك بيتعامل معاه كانه موظف. قال وزير الشباب والرياضه ما دعمش الزمالك، النادي تم تطويره باعضاء النادي مش وزاره الرياضه. وقال عايز اشوف في واحد في مصر، عايز اشوف واحد في مصر يقدر ويجرؤ على حل مجلس اداره نادي الزمالك ومجلس مرتضى منصور، محدش يقدر يحل مجلسي. وقال الزمالك مخطوف ومتهد. مخطوف ازاي؟ طب ما انت اللي موجود وبتطلع بتمسك الحديقه وبتتكلم، وقابلت وفد نادي الهلال واديتهم مش عارف، وقلت لمرتضى منصور ومش عارف، انت ما انت بتروح وبتيجي، حد انت مخطوف مين؟
لا لا لا، ده انت موجود ومسيطر وبتبيع لعيبه وبتقول ده يروح وده يمشي وبتاع. امال لو مش مخطوف كنت عملت ايه يعني؟ قال لك ايه، من الزمالك مش مستقر، وبقولها بصوت عالي، الفريق مش مستقر، الفريق كله خايف، مش عارفين هيتعاملوا مع مين، وهنرجع نشحت التيشيرتات تاني. هنا بقى قصه الجمهور، وقال لك النادي في خطر وممكن او بيتم هدمه، وما ينفعش او ما لا يليق ان مجلس، هنا بقى الفتنه والتعصب، لا يليق. انت الحل اللي فات ده حر، انت وزاره شباب ورياضه وانت وجمهورك، وقول وقعدوا مع بعض، ابكوا على الاطلال وابكوا على الايام الخوالي، وابكوا في اطلعوا في الظلمات، وولدت وحيدا ووحدي في الطريق والكلام، اعمل نفسك فيه. لكن لحد ما تيجي تتكلم عن الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي قبل مباراه مهمه في النهائي، ويطلع ناس يقول لك نفس التعصب، اقول لكم اسف، انتوا بتمثلوا يا وزير شباب رياضه، انت وكرم جبر بتمثلوا، انتوا طالعين عشان تاخدوا اللقطه، عشان لو مش بتمثلوا ما كنتوش سمحتوا بالمهازل دي تتكرر بشكل ممنهج وبشكل يومي. قال لك ايه، لا يمكن لمجلس، هنا بقى ان الاهلي مال لا يمكن لمجلس اداره الاهلي اختيار رئيس نادي الزمالك، زي ما عايشين بالظبط قصه الاهرام ومش الاهرام والمظلوميه اللي هم عايشين فيهم، زي جمال العدل امبارح، انا كنت ناوي اطلع القناه لكن مش عارف المجلس ووكاله الاهرام ووكاله طب ما هو حسن حمد ساب والاهرام ساب، ما بقاش راعي النادي الاهلي بقاله فتره، طب انت فين؟ سابه ده وقال لك الشركه الراعيه الحاليه للنادي الاهلي، وجايبه عروسه وعريس والزمالك ما ينفعش ولا يليق. انت بنعمل ايه يعني؟ احنا قدرنا ان احنا كبار، قدر النادي الاهلي ان هو نادي كبير، يعمل ايه سعادتك؟ انت قدرك على قد بطولاتك، والاهلي قدره على قد بطولاته وشعبيته ونجاحاته. نعمل ايه مش عارف. قال لك الخطيب وحسن مصطفى كانوا قاعدين مع بعض وفي صور وجلسه، واليوم التالي طلع قرار بعزلي من رئاسه نادي الزمالك من اللجنه الاولمبيه. برضه الخطيب امبارح يقول لك الخطيب عامل لهم هسس، الخطيب عامل لهم هستيريا، علشان ما فيش في تاريخهم خطيب، خطيب بمعنى الخطيب القيمة كلاعب، قيمة فنية وموهبة، الخطيب القيمة القدوة والرمز، رمز الأخلاق، رمز الاحترام، ما عندهمش. وإذا كان عندهم، وإذا كان عندهم هم ما بيبرواز، يعني ما بيحطوش المحترم في برواز الذي لا يليق به. يعني المفروض المحترم يتحط في برواز، لا هم ما عندهمش. يعني عندك علي خليل ده من أنقى وبالتالي أفضل الشخصيات أخلاقا والتزاما. فين علي خليل من البرامج والناس واللي بيطلعوا؟ لا ملوش وجود، مع احترامنا للجميع اللي بيطلعوا يعني، لكن علي خليل لا ملوش وجود. حسن شحاته عشان بيقول كلمه، لما انت مين يا ابني؟ ما حسن شحاته اهلاوي، فمشكلتهم ما عندهمش خطيب. من الاخر خطيب بقى اسهم فنيا كرويا اخلاقيا كل شيء يعني. شكرا على حسن متابعه حضرتك، السلام عليكم ورحمه الله.